شكرا للزميل مطلق العنزي. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المسائية المميزة ضمن فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني طيب الله ثراه. نتواصل بانطلاقة الشوط الثالث لفئة اللقاية الأبكار بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة التي تزين أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية. تنطلق هذه الأسماء، تحضر هذه الشعارات طامعة بالنواميس والانتصارات. 5 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الشعارات الكبيرة التي تنطلق في هذه التحديات الكبيرة. نتابع هذه الأسماء وهذه الأجواء الجميلة والمنافسات المشرفة. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى. المركز الأول تتواجد سيوف بشعار هجن أم الزبار، بمتابعة سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي. يتابع اندفاعة سيوف التي تغرد وحيدة خارج السرب بانفرادة تامة عن بقية المراكز. نتابع المركز الثاني القادمة هنا الثريا، هجن أم الزبار وجابر بن علي بن جابر النجم المري، متابعا مراقبا للثريا على أرضية ميدان الشحانية. تنطلق في المرتبة الثانية. المركز الثالث أتابع القادمة، تتقدم شعلة لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. يتابع الشعلة التي تنطلق في المرتبة الثالثة. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، الاسم القادم والحاضر في هذا التحدي الكبير، تتقدم ظن لهجن مزبار بقيادة سعد بن سالم بن حمد الهولي النعيمي، مشاركا باندفاعة وتحديات ظن على المركز الرابع. المركز الخامس هنا اسم جديد ينضم الى دائره التحدي والنداء والاذاعه. تنطلق هملولة لسعاده الشيخ جاسم بن احمد بن مبارك ال عبد الرحمن الثاني عبد الهادي بن علي المشروم المري، متابعا لهملولة على المركز الخامس. ولكن من غيرت واحتلت المركز الخامس بهذه اللحظات احتياط لهجن الشحانيه مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، متابع تابعا لاحتياط على المركز الخامس في هذه المنافسات المشرفة. هذه النتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس الأسماء الأولى، للخمس الشعارات التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي والنداء والإذاعة. أسماء مميزة، شعارات كبيرة، خبراء التضمير يتواجدون في هذه المنافسات المشرفة ضمن فعاليات المهرجان المؤسس هذا الكرنفال الكبير. وهذه الأجواء الحماسية المليئة بالحماس والإثارة تنطلق في هذه اللحظات. هذه النوعيات الفاخرة والنوعيات الفريدة التي تمتلكها هذه المؤسسات العملاقة التي دائما هنا تحضر وتفرض وجودها في هذا العالم الساحر. نتابع هذه الأسماء، نتابع المنافسة، نتابع التحدي، ونعود مع البداية. نعود مع سيوف لهجن أم الزبار وسعد بسال بن حمد الهول النعيمي، متابعا مراقبا لسيوف التي تحتل المركز الأول، ما زالت تحافظ وتسيطر على الصدارة وعلى المقدمة. بينما المركز الثاني أتابع القادمة هنا شعلة، من تريد أن تشعل فتيل المنافسة باندفاعتها ومشاركتها على المركز الثاني بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، متابعا للشعلة على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث القادمة هنا والمشاركة في هذا التحدي الكبير، تتقدم الثريا لهجن مسبار وجابر بن علي بن جابر
النجم المريوت متابعا للثرية التي تنطلق وتتسلل في موقع التحدي والمنافسة ومشاركة هذا الشوط. نتابع المركز الرابع، اسم جديد ينضم إلى نخبة المقدمة، طموح المركز الثاني لهج الشحانية المشاغب المشاغب. وما أدراكم المشاغب؟ محمد بن خالد العطية بدأ بالمشاغب المشاغب بمشاركة طموح الطامحة بالناموس والطامحة بالانتصار. المركز الرابع احتياط لهج الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، واحتياطها مليء في هذا التحدي الكبير والمنافسات المميزة. هذه الخمس المراكز الأولى، هذه الخمس النجوم المنطلقة المسيطرة على دائرة النداء والإذاعة وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة. ولكن أرى شعارات، أرى أسماء، أرى نوعيات جميلة تتحرك نحو الصدارة، تتحرك نحو التحدي والمنافسات المشرفة. ولكن نعود مع الشعلة، الشعلة وطموح هجن الشحانية تفرض السيطرة على المقدمة وعلى الصدارة بمضمريها العمالقة والكبار. الشعلة وهنا طموح وهنا احتياط وهنا متعبة، أسماء ولا أروع، نوعيات جميلة تشارك بها هجن الشحانية بانطلاقاتها الجميلة بمنافساتها المشرفة. شعلة على المركز الأول، طموح على المركز الثاني، احتياط على المركز الثالث، متعبة على المركز الرابع، مع المركز الخامس الثرية ليجرم الزبار. خمسة أسماء، خمسة شعارات، خمسة نوعيات فاخرة تنطلق في هذا التحدي الكبير. ولكن نعود مع البداية، نعود مع صراع المقدمة والصدارة باندفاعات شعلة. أشعليها يا شعلة، أشعلي المنافسة مع الأمتار الأخيرة لكي يتحمس الجماهير الذي يتابعونه ويعشقونه هذا الشعار الأدعم الكبير. شعلة على البداية مع هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاره المري، بدت الحركة، بدت الأوامر، معركة الكبار في هذا المسار. الله 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 الله، أسماء مميزة، هنا طموح الطامحة بالناموس، احتياط على المركز الثاني، هنا تحاول وتضغط على المقدمة هجر الشحانية مع المشاغب والبرنس. احتياط وطموح، الناموس ينتظر إحدى هاتين العملاقتين النجمتين التي سطعا في هذه المنافسة المميزة. طموح واحتياط، المشاغب والبرنس، ولكن طموح تنتزع الناموس وتحقق هذا الانتصار. تهانينا والف مبروك لهج الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني احتياط لهج الشحانية مع جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث شعلة لهج الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. المركز الرابع متعبة لهج الشحانية مع جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الخامس الثرية لهجرم الزبار مع جابر بن علي بن جابر النجم المري. هكذا مشاهدين الكرام، مستمعين الأفاضل، تابعتم معنا المنافسة والتحديات الكبيرة، فكانت طموح الطامحة بالناموس انتزعت هذا الانتصار وحققت الناموس. 7:46 89 جزءا من الثانية تاني، والناموس لهج الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني جاءت احتياط 7:47 20 جزء من الثانية تهانينا، والناموس لهج الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثالث شعلة 7:49 31 جزء من الثانية تهانينا، والناموس لهج الشحانية وإلى الذهبي سالم بن فران المري. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا الرابع بصوت الزميل مسعود الحريري.